عقد المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة إنتوساي هذا الأسبوع الاجتماع 77 في العاصمة النمساوية فيينا، واستعرض المجتمعون الإنجازات اللافتة والتي حققتها لجان ومبادرات منظمة إنتوساي ودورها في وضع المعايير المهنية وزيادة كفاءة الأجهزة الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار للمساهمة في التنمية مستدامة. وعلى هامش الاجتماع تم الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وذلك بحضور رئيس البرلمان النمساوي فولفانغ سيبوتاكا.